Distance is a physical quantity while force is a physical quantity. مين يعرف يجاوب السؤال ده؟ هل ال distance هنا هكتب ايه؟ scalar ولا vector؟ scalar, excellent. و force هكتب vector, صح ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم, اهلا بيكم, انا مستر احمد الباشا, وده كان سؤال مهم في امتحان القاهرة السنين اللي فاتت, اعتقد سنة 2018, وكان سؤال مهم جدا. لو تاخدوا بالكم السؤال جاي في كايرو في 2018, السؤال جاي في الكمبليت, في اول ما تدخل الامتحان تلاقي السؤال على طول. فده من اهم الحاجات اللي حبيت ان تاخدوا بالكم منها, ان درس السكالر والفيكتور مش درس عادي, درس مهم جدا, وعليك انك تحفظ السكالر وتحفظ الفيكتور كوانتس بالتفصيل. يعني تعرف ان الماس واللينس والانرجي والتايم والسبيد والتمبريتشر كلهم سكالر, اما الفيكتور بيبقى اكسلريشن فورس فيلوسيتي اند ديسبلسمنت. في الفيديو ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي كنا بدأناه في الفيزيكال كوانتيتيز. هنبدأ مع بعض في الفيزيكال كوانتيتيز. الدرس ده بارت نمبر 2 في الدرس. احنا كنا اتكلمنا عن السكالر واتكلمنا عن الفيكتور, والنهارده هنكمل كلامنا في الفيكتور. كنا قلنا ان من اكزامبلز الفيكتور الاكسلريشن والفورس والفيلوسيتي والديسبليسمنت والويت, وشرحنا يعني ايه سكالر ويعني ايه فيكتور. قلنا سكالر يو نيد ماجنيتيود اونلي اند هاز نو دايركشن, انما في الفيكتور This is a physical quantity that has magnitude and direction. وعلشان نتكلم على موضوع الدايركشن اكتر, لازم تعرف المين فور جيوغرافيك دايركشن. انت دلوقتي اللي قدامك ده بيعرفك ان في حاجه اسمها نورث اللي هو الشمال, وساوث اللي هو الجنوب, وايست وويست. لازم تكون عارف الكلام ده عشان لما تيجي تعبر عن اتجاه معين تبقى عارف الاتجاهات دي. بصوا بقى يا شباب, الموضوع بيجي في الامتحان بشكل غريب شوي. يعني في حاجة اسمها displacement. في حاجة اسمها ايه؟ displacement. ايه displacement؟ انا لو عندي, خلينا نروح للبورد احسن, وارجوكوا تفهموا الموضوع ده. انا كنت اتمنى ان انا اجيبه لكم في فيديو بس الوقت ما اسعفنيش. يعني عندي نقطه اسمها A وعندي نقطه اسمها B. النقطه A دي هي اللي ستارت, هي الانيشيال بوينت, وفي اوبجكت اتحرك من A راح ل B, يعني بدا من A وانتهى عند B. الاوبجكت ده عشان يمشي من A يروح ل B هو قدامه مليون طريق. يقدر يمشي كده, يقدر يمشي كده, يقدر يمشي في اي اتجاه انت حب, ممكن يلف كده ويمشي كده في اي حاجة. المهم ان هو يوصل من A ل B. وفي كل مرة الاوبجكت ده هيتحرك, الكار دي هتتحرك من A ل B, بنسمي الموضوع ده distance. بنسميها ايه distance؟ طيب خلينا نرجع بقى كده بكل اللي احنا عملناه, ماشي, ونرجع نفكر تاني. نفس الاوبجكت اللي اتحرك من ايه راح لبي, انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد ستريت لاين من اول نقطة, من اول ما اتحرك لاخر نقطة. يعني انا لو جيت هنا خدت اللاين ده ورحت مديت اللاين ده من هنا لهنا, من النقطة دي للنقطة دي, السؤال هنا هل في طريق اقصر من ده؟ يعني احنا عارفين ان الاوبجكت لما اتحرك اتحرك ممكن يمشي كده وممكن يمشي كده. المهم ان هو عنده كذا طريق يوصل من ال بي, وكذا طريق, مش واحد او اتنين, ده طرق كتير جدا. بس يا ترى مين اقصر طريق فيهم؟ اقصر طريق فيهم هو الطريق اللي انت شايفه اللي هو ستريت لاين. الستريت لاين, الستريت لاين ده اللي ما بين الاتنين هو ذا شورتست لاين.
اقصر طريق between A and B. طب انت حضرتك يا مستر بتشرح لنا الكلام ده ليه؟ انا بشرح لك الكلام ده عشان تفهم حاجة مهمة جدا، وهي ان في حاجة اسمها distance وفي حاجة اسمها displacement. ايه الفرق بين ال distance وال displacement؟ الفرق بين ال distance وال displacement حاجة خطيرة جدا، انك انت لما خليت ال object يتحرك من A ل B، هو انت حركته ازاي؟ هل انت حركته حركة عادية في اتجاه في اي اتجاه، ولا انت خدت the shortest straight line، خدت الطريق الاقصر والمباشر؟ the shortest straight line between two line between two points اسمها displacement. the shortest straight line between two او between start and end point is called displacement. the shortest straight line between start and end point is called displacement. واي حركة تانية هتعملها غير shortest straight line اسمها distance. يبقى انا لو رجعت هنا للجراف او الباراجراف ده وحبيت ان انا اقرا كويس، بيقول لي when car move from position A to position B، لما عربية بتمشي من A ل B. طيب العربية لما تمشي من A ل B فهي ممكن تمشي the length of the curved lines give distance، اللينس بتاع الطريق الغير مستوي اسمه distance. انما the straight line اللي انا كنت لسه بشرحه لكم، the straight line that start from A and end with B، الستريت لاين اللي بيبدا من A وينتهي ل B مباشره اسمه displacement، وبنعبر عنه بالرمز AB وفوقيه الارو ده، ان انا طلعت من A رحت B على طول دايركت. فاهم الفكره؟ يبقى انا عندي فرق بين الديسبليسمنت وبين الايه الديستنس. تعال نفكر في المسألة دي. دي مسألة امتحان حقيقية جات في امتحان قبل كده. المسألة دي بيقول له البيانات قدامك اهي، وهوريك دلوقتي مسائل تانية في امتحانات. دلوقتي المسألة بتقول له في الامتحان انت قدامك الرسمة دي. الرسمة دي بتقول ايه؟ امشي معايا واحدة واحدة بقى عشان ده اللي بيجي لك في الامتحان بقى. يعني اللي انا بشرحه دلوقتي ده هو اللي بيجي في الامتحان. يقول لك when a car move from starting point A، بدأت عند A. خد بالك هي بدأت فين؟ بدأت عند A to point B، وانتهت عند A وانتهت عند B. حلو. then to the end point C، وانتهت عند A وانتهت عند C. يبقى هي بدأت عند A وبعدين راحت ل B وبعدين راحت ل C. طيب as shown in the opposite figure، زي ما انت شايف. طب ايه يعني ايه المطلوب؟ هو هنا شارح لي الفكره، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه هي الديستانس كفرد وايه هي الديسبليسمنت. هو حلها على طول، انا يعني انا حليتها لكم على طول علشان ما ايه ما تتعبوش نفسكم. بصوا يا شباب، الراجل ده بدا عند ايه وانتهى عند سي، وعدى في النص على مين؟ وعدى في النص على بي. يبقى انا عندي حركة الأوبجكت ده واضحة جدا، هو بدأ عند A وفضل ماشي 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 وبعدين جه عند B وراح حاود على A على C. اللي قدامكوا ده هو الديسبليسمنت، الاتنين دول بيمثلوا الإيه؟ بيمثلوا الديسبليسمنت، لأن هو ما جابش سيرة حركة من A ل C أصلا. هو بيقول لك الأوبجكت ده from A to B then to C، يعني هو طريق ماشيه الطريقة اللي مشي بيها كده. ما أنت تاخد بالك إن الرسمة اللي بالداش دي هو رسمها كده تخيلات يعني، انما هو في الحقيقه لما الاوبجكت ده مشي ازاي؟ مشي من A بدا عند A وفضل ماشي راح عند B، ومن B راح عند A، ومن B راح عند C. طيب فالديستنس اللي هو مشيها هو مشي مسافتين من A ل B صح؟ بلس B A B C. الموضوع واضح جدا. يبقى the distance covered by car from point A to reach C، من A ل C هو عمل ايه؟ هو هتبقى الديستنس بتاعتك A B plus B C. دي الديستنس، دي الايه؟ دي الديستنس. انما الديسبليسمنت انا هروح ادور على اقصر طريق من A ل C.
ما هو بدأ عند A وانتهى عند C، وانا عارف ان الديسبليسمنت مقصود بيها ايه. معنى كلمة displacement the shortest straight line between start and end point. The shortest straight line between A between start and end A and end point. وبالتالي انا لو بصيت على اللاين الداش ده هلاقي ان اللاين ده هو اقصر طريق ما بين ال A وال C. هو في حركته الاساسية اتحرك من A راح ل B ومن B راح ل A ومن B راح ل C. من A ل B ومن B راح ل A ل C. انا بقى هقول له خلاص يبقى انت اقصر طريق هو من A ل C مباشرة، وارسمه كده بالنقط واقول له ان هي دي الديسبليسمنت. The displacement from point A to C 50 meter in direction AC in north west direction. في النورث ويست A direction لازم اقول له في الديسبليسمنت الايه الاتجاه. ماشي يا شباب، فهمتوا كده؟ يبقى انا في فرق بين الديسبليسمنت والديستنس. طيب هنا برضو مسألة هتفهمنا اكتر موضوع الديستنس او الديسبليسمنت. الراجل ده دي خريطة لمصر، ودي كايرو ماشي، ودي طنطا، وهنا في النص في بنها وفي الزقازيق. المهم ان احنا عاوزين نعمل ايه، في واحد بيسافر هيسافر من القاهرة لطنطا، يعني هو هيطلع من القاهرة يروح لطنطا. الراجل ده قدامه مواصلتين، المواصلة الاولى ان هو يركب من القاهرة لبنها ومن بنها لطنطا، او المواصلة التانية ان هو يبدأ من القاهرة يروح الزقازيق ومن الزقازيق يروح طنطا. خليك معايا، يبقى هو هيبدأ من كايرو يروح الزقازيق، ومن ايه ومن الزقازيق يروح لايه لطنطا. طيب بيشرح لي بقى هو هنا a person wants to make a trip by his car from Cairo starting point اللي هي النقطة البداية يعني to طنطا اللي هي end point. المهم بيقول لك ان ال distance of the trip depends on the path of of that the car takes، هيعتمد على الطريق اللي بتاخده العربية. it may take place by two ways as shown. من كايرو بنها طنطا، يعني يبدأ من كايرو يروح لبنها وبعدين من بنها يروح لطنطا، او ان هو ياخد طريق تاني اللي هو كايرو زقازيق طنطا. فلو جيت انا احسب الديستنس للرحلة بتاعت كايرو بنها طنطا، من كايرو لبنها 45 ومن بنها لطنطا 60. فلو جيت انا قلت الديستنس هتساوي ايه، 45 بلس 60 ايكوال 105 كيلومتر، 105 ايه كيلومتر، دي سكالر كوانتيتي خلاص. ولو جيت انا بصيت على التريب التانية اللي هي كايرو زقازيق طنطا، كايرو زقازيق طنطا هتلاقي ان الديستنس اكبر شوية، ده عشان يروح الزقازيق 80 كيلو، وعشان يروح من الزقازيق لطنطا هياخد له ايه، هياخد له 50 ايه 50 كيلو، سوري 85. فلو حسبت الديستنس في الحالة دي هلاقيها 80 بلس 85 يطلع لي 165 كيلومتر، دي سكالر كوانتي برضو لان دي كمية. انما الراجل ده الافضل ليه لو انا واحد هيعمل ديزاين لشبكة طرق واوفر على الناس الوقت والمجهود، انا هروح اعمل خط سكة حديد مباشرة من ايه من كايرو لطنطا، وساعتها اقصر طريق ده الستريت لاين المباشر ما بين القاهرة وطنطا هو 93 كيلومتر. لما كان الراجل ده راح بنها الاول خد 105 كيلو، لما راح الزقازيق 160 كيلو. انما لو شورتست ستريت لاين ما بين الاثنين اللي هو الديسبليسمنت بمعنى اصح هيبقى 93 كيلومتر. يبقى وبالتالي you notice that you notice the difference in the distance between Cairo and Tanta ماشي. This difference is in distance depend on the trip path، يعني بيعتمد على طريق الايه، بيعتمد على الطريق. انما the shortest straight line between Cairo and Tanta، اقصر طريق ما بين كايرو and Tanta، ده بيrepresent بيعبر عن ال displacement، بيعبر عن الايه، عن بيسموها بالعربي الازاحة او الايه الحركة المباشرة اللي هي ال displacement. يبقى the shortest straight line between Cairo and Tanta is called displacement، والديسبليسمنت في الحالة دي هيبقى 93 في دايركشن النورث ويست. ده برضو اكزامبل تالت برضو بيتكلم على فكرة الديسبليسمنت. انا عندي اوبجكت بدأ من عند الاي راح عند بي، ومن عند بي رجع لاي تاني. خد بالك من الاكزامبل ده، مهم جدا. هو بدأ عند اي وراح لبي
وبعد ما راح لبي returns back to A، رجع back to A. والdistance between A and B 50 meters، الdistance A 50 متر. طيب تعال نحسب الdistance اللي هو مشيها. الرجل ده عشان يحسب الdistance هو مشي من A ل B وبعدين من B ل A، يعني مشي 50 ورجع 50، صح ولا لا؟ يبقى الdistance covered equal كام؟ 50 by 50 plus 50. إنما الdisplacement يا ترى هتكون إيه؟ فكر بقى معي هنا الdisplacement هتساوي كام؟ الdisplacement هتساوي زيرو. ولو انت مش فاهم يعني ايه الdisplacement هتساوي زيرو، افهمك. الdisplacement هي the shortest straight line between start and end point، ماشي؟ يبقى الdisplacement هي the shortest straight line between start and end point، نقطة البداية، من نقطة البداية للنهاية. طب الرايل ده بدأ من عند ايه؟ طب قوليلي بقى هو انتهى عند ايه؟ هو راح لبي ورجع تاني لايه؟ يبقى البداية بتاعته كانت ايه والنهاية بتاعته كانت ايه؟ يبقى الراجل ده الستريت لاين ما بين بدايته ونهايته هو نفس النقطة اللي هو واقف عندها. ما هو انا اكني ايه؟ اكني قمت مشيت ورجعت المكان تاني. طب ايه اقصر طريق ما بين بدايتي ونهايتي؟ بدايتك كانت في المكان ده ونهايتك كانت في المكان ده، فانت ما فيش اصلا displacement. يبقى displacement بتاعك ايه؟ زيرو. يبقى the displacement from A to B then A equal zero، او ال displacement يعني equal zero because the body return back to its starting point. وهتفتكر النقطة دي في الامتحانات كتير جدا، يجيب لك مسألة ويقول لك ان انا الاوبجكت ده راح لف لفة وبعد ما لف اللفة بتاعته رجع لي الايه؟ رجع لي its origin point. احسب لي احسب لي الديسبليسمنت. مش عارف هلاقي هنا هلاقي هنا سؤال مباشر على طول على النقطه دي ولا لا، بس لما تقلب في الامتحانات هتلاقيها. انا بس علشان مش مركز دلوقتي في الامتحانات دي، بس خلينا نبص بصه كده. طبعا دي مساله اكسلريشن، خلاص المساله دي تعال نحل المساله دي مع بعض. تعال نحل دي مع بعض بما اننا بقى خلاص خدنا الايه الديستنس والايه والاكسلريشن. ده امتحان مين؟ ده امتحان الاليوبيه، من اصعب الامتحانات اللي جت قبل كده. الاليوبيه اصلا بيجي امتحان حلو، بس الامتحان ده كان غريب شويه. عاوزكم تبقوا تحلوا الامتحان ده، ده 2018 على فكره. المهم ان ايه، ان لو انا بصيت للشكل ده بيقول لي ان انا عندي بادي موف، البادي ده بيمشي من A to B A B C D E F، يعني هو مشي من A ل B ومن B ل C ومن C ل D ومن D ل E ومن E ل F. مشي يعني ايه؟ مشي زجزاج كده من هنا لهنا 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 كده. بيقول لي احسب الديستنس. طب ما احنا عارفين وخدنا الموضوع ده قبل كده ان الديستنس هي التوتال او الاكشوال ايه موفمنت، هي الحركه الحقيقيه ليه. وبالتالي لما اجي احسب انا الديستنس هقول له ان ديستنس equal ايه الديستنس بقى دي؟ هتبقى equal ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، صح ولا لا؟ يعني هيبقى equal ايه؟ هيبقى equal AB بلس BC بلس CD بلس DE بلس EF. فاهم انا بعمل ايه؟ طيب يعني هتبقى equal 7 بلس 2 بلس 4 بلس 3 بلس 3. المهم هيطلع رقم، الرقم ده هكتب جنبه ايه؟ هكتب جنبه متر، خلاص؟ طيب الديسبليسمنت بقى، الديسبليسمنت عشان تحسبها بص بقى يا كابتن، انا هشيل ده كله. هو الديسبليسمنت الراجل ده بدأ عند ايه وانتهى عند اف، صح؟ طب هي الديسبليسمنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن the shortest straight line between A and F. اللاين ده، اللاين اللي انا رسمته الوقت ده هو اقصر طريق ما بين ال A وال F، صح ولا لا؟ طب يا ترى اللاين ده ايكوال كام؟ اللاين ده ايكوال كام بقى؟ هقول لك انا، لو انت خدت اللاين ده كده فهو ايكوال 2 بلس 3. واخد بالك؟ ما هو الحته دي بتساوي ايه؟ ما هي الحته دي بكام؟ ب 2، صح ولا لا؟
والحته دي ب 3 يبقى هو 2 بلس 3 ايكوال 5 متر. ما فهمتهاش بقى تبقى دي مشكلتك. الديستنس هي مجموع الحاجات دي كلها، التوتال ديستنس كفرد المسافه اللي مشيها كلها، انما الديسبيسمنت هو اقصر طريق ما بينهم. طب دي احسبها ازاي؟ ما هو قال ان الحته دي باتنين والحته دي في ايه بتلاته، فاهم يعني شخبطت لك عليه يعني ناقص ان انا اولع في اللابتوب. عموما فهمتوا يا شباب فكره الديستنس والديسبيسمنت بتيجي ازاي. الامتحان بيبقى مليان فيزيك سكالر وفيكتور. يعني بص الامتحان السؤال اللي بعده، يعني خلصنا ديستنس وديسبيسمنت، بص السؤال جه في ريزون على طول، فورس از ا فيكتور كوانتي بيكوز ات ديبند اون ماجنيتيود اند دايركشن. فاكرين السؤال ده خدناه في نفس الدرس اللي احنا شغالين فيه، عشان كده بقول لك الامتحان مليان من الدرس ده. بص كده يقول لك ايه، احنا خدناه هنا بس بشكل ثاني، اكسلريشن اند فورس از ا فيكتور كوانتي بيكوز ذي هاف ماجنيتيود اند دايركشن. فاهم الفكره؟ انا عاوزك تركز في الحاجات دي كويس جدا. طيب يبقى احنا كده فهمنا ازاي بنحسب الديستنس والديسبيسمنت. وعشان نلخص الفكره دي بنتكلم على او فروم ذا بريفيوس اكزامبلز، ديستنس displacement sorry is the length of shortest straight line between the two positions اللي هي ال primary positions يعني and the final البداية والنهاية، و ال distance is actual length of the path of that moving object cover from starting point to the end point. دول ال two definitions of displacement and distance. أتمنى إن انتوا تذكروهم كويس وتحفظوهم، وإن شاء الله هنكمل الدرس ده مع بعض في البارت اللي جاي، آخر بارت في الدرس ده إن شاء الله هشرح فيه جزئيات مهمة جدا 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 عن أفكار المسائل. ما أعرفش هو هيكون آخر بارت ولا البارت اللي قبل الأخير، بس أتمنى إن انتوا تتابعوا، وهتلاقي اللينكات كلها تحت في الديسكريبشن، لينك الفيديو ولينك الفيديوهات كلها ولينك الملازم. بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر أحمد الباشا. باي باي.